الله أكبر الله أكبر، لم يبقى في هذا الحي أبنية، فكلها خربت وكلها دمرت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى البناء الذي لم يهدم فقد أحرق بالكامل، أو هكذا هو تطهير العصابات الإرهابية بهذه الطريقة، بهدم بيوت المدنيين وتشريدهم عن آخرهم. هكذا يكون تطهير